الشركة اللي كانت عندها صباح اللي هي شركة اعتناء للموارد البشرية، بغض النظر عن الإعلان. يعني أنا أتكلم لكم عن تجربة شخصية. 3 شهور سبق أخذت من عندهم عاملة، وجدا كنت مرتاحة، لأن كل المعاملات عندهم يكونون مدربات، عارفين الأشياء اللي نبغاها حنا، احتياجاتنا من أكثر من جنسية متوفر عندهم. أوغندا، إندونيسيا، سريلانكا، كينيا، الباقة اللي أنتي تبغين. وحاليا إلى نهاية شهر أغسطس مسوين هذه العروض على حسب الجنسية اللي أنتي تفضلينها. طبعا تروحين تشوفين العاملة، تقابلينها، تشوفين المناسبة لك، تاخذينها هذه الباقات أو هذه الخدمات. لا، عندهم خدمة الوساطة للسائق من الجنسية الهندية، عندهم باقات جاية بعد حتى للسائقين سواء من الجنسية الهندية، مصرية، باكستانية، وكلها عليها عروض بمناسبة العودة للمدارس. في عندهم متوفر طباخ منزلي، عندهم عامل ضيافة من الجنسية الهندية،